تفضل يا أخ فهد من بيشة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين الله يوفقك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول الله يحفظك، عندي عقار وأرغب في شرائه وما عندي فلوس يعني كاش، ورحت للبنك وقال البنك ياخذ هذا العقار يتفاوض مع المالك يشتريه ثم يبدأ بالتقسيط عليه مدة 20 سنة، هل هذه المعاملة جائزة؟ عند نفسك يرجع مرهون عندهم. تفضل. نعم. يقول عنده عقار. السؤال الأول. نعم. السؤال الأول إذا كان البنك يبي يشتري العقار له هو، ثم إذا قبضه يبيعه عليك بعد قبضه وتملكه فلا بأس بذلك، وإذا كان البنك يريد أن يشتريه لك لا ويسلم الثمن نيابة عنك ويسترده بزيادة فهذا ربا ولا يجوز، ما شرى البنك ليملكه هو، إنما ما شرى العقار ليملكه هو، وإنما اشتراه لك ودفع الثمن نيابة عنك، أقرضك إياه ويسترده بزيادة، فهذا حرام ولا يجوز. نعم.